وللحديث عن أزمة قطاع الكهرباء في العراق وفشل الحلول الحكومية لحلها وسط الفساد وسوء الإدارة والتدخلات الخارجية، معنا من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام، أهلا ومرحبا. أهلا بكم دكتور. هل أصبحت قضية الكهرباء في العراق معضلة كبرى يستحيل حلها ولو بشكل تدريجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين، ونواسي شعبنا العراقي على هذه الأزمات المتراكمة. حقيقة الكهرباء هي أحد المعضلات الأساسية التي حلها سياسي وليست اقتصادي أو فني. نعم، لأن الموضوع يتعلق بدعم إيران من قبل الأحزاب والكتل التي تحكم العراق، وهي تولي إيران الاهتمام الأكبر من حقيقة في كل مجالات الاقتصاد العراقي. وتنمية الاقتصاد الإيراني ودعم إيران هو المحرك الأساسي لكل الأحزاب التي تحكم العراق حاليا. ونحن في القطاع الهندسي نريد أن نتكلم عن الجانب الفني. الكهرباء في العراق كانت حقيقة في استقرار إلى حد الحصار، وحتى في الحصار كانت أكثر استقرارا من الوضع الحالي الآن. العراق كان يستخدم المحطات توليد الطاقة الكهربائية الحرارية التي تعمل على الهيفي فيول اويل اللي هو النفط الثقيل من المصافي العراقية، وهو متوفر بكميات كبيرة، وهو حقيقة استغلال للموارد العراقية المتوفرة في البلد. ولم تكن هناك محطات غازية إلا بعدد قليل، لأن يعني معروف أن المحطات الغازية والمتخصصين في الجانب الهندسي يعرفون أكثر من السياسيين بأن هذه المحطات غير كفوءة على المدى الطويل، كثيرة العطلات، إضافة إلى أن المواد الاحتياطية لها مكلفة ماديا وصيانتها تكون عادة عالية الكلفة. هذا من جانب. الجانب الأهم أنه لا يوجد في العراق كمية من الغاز المستخرجة وتصدر إلى الخارج لكي نستثمرها في المحطات الغازية. طيب، وبهذا السبب تحويل نكمل الفكرة، الله يرضى عليك، تحويل المحطات التوليد الكهرباء في العراق من الهيفي فيول اويل إلى الغازية هو بتوجيه إيراني من الأحزاب الإيرانية لكي نستورد الكهرباء من إيران ونستورد الغاز الإيراني، وبذلك يكون وبسعر مرتفع الذي تفرضه إيران. وكلنا نتذكر حديث وزير الكهرباء الأسبق الذي كان مديرا عاما في القطاع الصناعي سابقا قاسم الفهداوي، عندما قال أنه حصل على عقد الكهرباء. يعني هذه من نقطة دكتور هلال، هذه نقطة تستحق التوقف عندها. أنا هذا ما كنت سأسأل فيه في الحقيقة. يعني أنت بدأت بالقول بأن المعضلة هي معضلة سياسية، ثم شرحت حول بعض القضايا التي من الممكن حلها في الحقيقة، القضايا الفنية واللوجستية في مشكلة الكهرباء. أعود للمعضلة السياسية مرة أخرى. السؤال، ما الذي يضير الحكومة العراقية أن توفر كهرباء في كافة محافظات البلاد؟ وبالتالي هذه المسألة لا أعتقد بأن يعني لها ستمثل مشكلة لإيران أو لغيرها. لماذا لا يمتلك المسؤول الحكومي في العراق القرار السياسي والإرادة السياسية لفرضها في هذا القطاع؟ هو لم يكن يمتلك الإرادة السياسية منذ البداية، لأن الذي ولته إيران وأمريكا بالأساس. يعني هؤلاء الناس تنظيم المحتل بدعم إيراني وأمريكي، وهؤلاء ولاءهم خارج العراق، لم يكن ولاءهم في يوم من الأيام للعراق ولا للشعب العراقي، وهذا ما يقوله الشعب العراقي الآن مجتمعا. القضية ليست قضية أنه لديه قرار سياسي أو هو لا يمتلك القرار السياسي ولا يمتلك الإرادة، لأن ولاءه خارج العراق ابتداء وانتهاء. فلماذا يفكر بمصلحة الشعب العراقي؟ أنا أقول لك شيئا، نحن عملنا على قطاع الكهرباء ونعرف معظم تفاصيله الفنية الدقيقة، والكلفة الميجاوات الواحد يتكلم بحدود مليون دولار تقريبا. نعم، وما صرف على الكهرباء منذ 2003 ولحد الآن يكفي أنه يمول نصف الوطن العربي وليست العراق وحده. إذا حسبنا الكلفة الاقتصادية كأموال مصروفة على هذا القطاع. السؤال دكتور، لو سمحت، كيف تستفيد إيران من وراء ذلك؟ إيران مستفادة من الناحية أنه هي أولا الاستفادة اقتصادية مطلقة، اثنين تصدير الغاز الإيراني بالسعر الذي تريده إيران، نعم، ثلاثة تصدير الكهرباء،
الأمر الآخر أن هذه الأسعار ليست تفاوضية، يعني إيران تريد أن تستحوذ على المال العراقي وجعلت من العراق هو المصدر الذي تعتاش عليه لحد الآن، ولهذا السبب أسست ما يسمى الدولة العميقة داخل إيران، اللي تحدث عنها أحد الأخوان قبل فترة في تقريركم، قال أنه هناك الانفلات والأسلحة. هذا إحلال الدولة العراقية وإفرازها من حتى المحتوى الشكلي للحكومة جعل إيران هي التي تتحكم في مفاصل اقتصادية والسياسية والأمنية التي تعمل لصالح إيران، ولهذا السبب مشروع الربط العربي مع الدول العربية يواجه مشاكل ولن يحدث، لأنه إيران لا تريد، والميليشيات التي تتحكم بالعملية السياسية والأحزاب السياسية التابعة لها والفاسدون في وزارة الكهرباء والطاقة، والكل يتحدث كل سنة نسمع هذا الموال، ولكن القضية مرتبطة بإرادة سياسية عراقية، مرتبطة بإرادة سياسية. مؤخرا حكومة الكاظمي مؤخرا حكومة الكاظمي أعلنت عن نيتها إقامة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، هل العراق قادر الآن على إقامة مثل هذه المفاعلات وإنهاء المشكلة؟ يا سيدي، هي القضية بالعالم الآن يتوجه للطاقة النظيفة وإلى الأمور الأخرى للأقل كلفة وأقل خطورة. العراق يمتلك النفط، فلماذا نتجه إلى أساليب أخرى أكثر تعقيدا؟ وهم يعرفون بأن معظم القضوا على الكادر العلمي والهندسي والفني في العراق، 58% من علماء العراق الذين تم اغتيالهم أو تهجيرهم هو من قطاع الهندسي للعمل في هذا المجال، فلماذا الكذب على العراقيين؟ نحن بالنفط وبالغاز ما قدرنا نوصف الكهرباء، راح نسوي مفاعلات نووية عندما تنتج هذه المفاعلات النووية لصالح من الله أعلم حتى نوفر كهرباء. هذا كذب، يعني نحن لدينا النفط الذي كل دول العالم، بماذا تستورد دول العالم النفط لحد الآن إذا كانت الطاقة النووية طاقة بديلة ونظيفة وآمنة؟ إذا هذا الكلام كله الكلام غير دقيق وغير صحيح. نحن لدينا نفط ولدينا مصافي، والمصافي تنتج الهيفي فيول أويل، والهيفي فيول أويل كافي في العراق لكي نستخدم نرجع إلى توليد الطاقة الكهربائية من النفط، ولماذا نذهب إلى الغاز الذي لا نملكه؟ ولماذا يعني هذا الكلام كله؟ وأزيدك من الشيء عزيز، في أحد الوزارات وزارة النفط لن تعطي الهيفي فيول أويل لوزير الكهرباء لأنه من غير حزب ومن غير طائفة. هذا مضحك المبكي، هذا وضع العراق الآن. نستورد، وقفوا هذه المحطات وأتلفوها لكي نستورد المحطات الغازية التي تستخدم الغاز الإيراني، لأنه إيران ربهم الأعلى. هذه حقيقة، الذي يرضى بها من يرضى ويغضب منها من يغضب، هذه حقيقة الكهرباء في العراق. الحقيقة المرة. دكتور هلال الدليمي، الكاتب والباحث السياسي من عمان، شكرا لك.